لما نيجي نكمل كلامنا عن السوبرا هايويد ماسلز او العضلات اللي موجوده فوق الهايويد بون، يبقى بالتاكيد لازم نتكلم عن الدايجاستريك ماسل. الدايجاستريك ماسل هي عباره عن حتتين لحمه، الحته الاولانيه اسمها الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك، والحته اللي ورا اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك. اول حاجه الاوريجين بتاع كل حته لحمه من دول، يعني مثلا الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك بتمسك في المانديبول، الاوريجين بتاعها بيبقى جاي من المانديبول بالبلدي كده، بينما البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك بتمسك في الماستويد. طب تحديدا فين بالظبط في المانديبول وفين بالظبط في الماستويد؟ الماستويد بروسيس بيبقى ميديال، الماستويد بروسيس بنجد فيه نوتش كده، حته كده محفوره اسمها الماستويد نوتش. اسمها الايه؟ الماستويد نوتش. تيجي يقول لك دايما الماستويد نوتش اللي بتبقى ميديال تو ماستويد بروسيس، يعني انا عندي هنا الماستويد بروسيس وميديال ليها بيبقى في حفره كده اسمها الماستويد نوتش بتمسك فيها البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، ودايما يشاور لك عليها في العملي، في امتحانات العملي دايما يعلم لك كده ميديال للماستويد بروسيس ويقول لك هي ايه هي العضله اللي ماسكه ميديال للماستويد بروسيس، فتقول له دايما البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك. وبمناسبه ممكن يمسك لك لاترال تو ماستويد بروسيس، فتقول له ساعتها الاسترنو ماستويد ماسل انسرشن، يعني الانسرشن بتاع الاسترنو ماستويد ماسل. وبالتالي يجي يقول لك الماستويد بروسيس بيمسك فيها اوريجين وانسرشن، تقول له على حسب، لو من بره يبقى بيمسك فيها الانسرشن اوف استرنو ماستويد، لو من جوه او ميديال يبقى بيمسك فيها الاوريجين اوف بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك ايه ماسل. تمام، يبقى كده خلصنا الايه البوستيرو بيلي. ناخد بقى الانتيرو بيلي، برضو عندك هنا في المانديبول بقى من تحت من هنا في المنطقه دي بنجد فيه نوتش برضو حفره، واخد بالك نفس الفكره برضو، او فوسه، يعني نوتش بس ايه بس واسعه شويه، الفوسه دي بتبقى حفره بس حفره واسعه شويه بنسميها فوسه. خلاص كده سمينا الفوسه دي على اسم العضله، فسمينا الفوسه دي دايجاستريك فوسه، سمينا الفوسه دي ايه دايجاستريك فوسه. خلاص كده الانتيور بيلي اوف دايجاستريك بتمسك في الايه الدايجاستريك فوسه دي. خلاص كده، وبعدين الاثنين بياخدوا بعض البوستيرو بيلي والانتيور بيلي بيتحدوا مع بعض في الايه الهايويد بون. عايزك تفرق ما بين المشهد ده، ده مشهد جانبي وده برضو يعني نفس الجزء بس ده من تحت، يعني انا هنا جايب المانديبول اهو من تحت وادي الهايويد بون وادي الصبرة برضو هايويد ماسل زي، يعني هنا دي صبرة هايويد ماسلز وهنا برضو ادي صبرة هايويد ماسلز، لكن هنا ده لاترال فيو او مشهد جانبي، انما ده انا جايب انتيرور فيو يعني مشهد امامي تحت المانديبول او انفيرو تو ايه تو مانديبول. خلاص طيب برضه هنا نفس المنظر اهو، ادي الانتيرور بيلي اوف دايجاستريك وادي البوستيرور بيلي اوف دايجاستريك، بس احنا بس شايفينها من زاويه مختلفه زي ما قلنا. يعني الانتيرور بيلي اوف دايجاستريك بتمسك في المانديبول من تحت تحديدا هنا في حفره بنسميها الدايجاستريك او الدايجاستريك ايه فوسه، حتى في كتب هتلاقيها بتقول لك الدايجاستريك فوسه بالقرب من السيمفيسس منتاي. كنا احنا قلنا ان المنطقه دي اللي هي منطقه التحام النصين بتوع المانديبول، المنطقه دي بنسميها السيمفيسس منتاي، فهو عايز يقول لك ان الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسكه عند الايه الدايجاستريك فوسه او الحفره اللي هي اسمها الدايجاستريك الموجوده بالقرب من السيمفيسس ايه منتاي. خلاص كده طيب، في عندنا هنا من الناحيه الثانيه هنجد البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك اللي احنا قلنا ان هي بتبقى جايه من عند الايه الميديال تو ماستويد ايه بروسيس، جايه من حاجه اسمها الماستويد نوتش اللي هي ميديال تو ماستويد بروسيس، ووضحناها على الصوره اللي كانت فوق. طيب الصوره دي تهمنا في ايه برضو؟ تهمنا في الانسرشن. زي ما احنا شايفين ادي الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك وادي البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، الاثنين مع بعض بيمسكوا في تندون، يبقى شايف انت الحته دي ده بنسميه كومون تندون او وتر عام بيمسك فيه كل من الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك والبوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، هذا الكومون تندون ينزل يمسك في الهايب بون، وبالتالي العضلتين مش بيمسكوا بشكل مباشر وانما الاثنين ممسوكين كده بتندون، والتندون هو اللي بيمسك فيه الايه الهايب بون. هنجد ان هذا التندون بيقع ما بين الليسر هورن والجريتر هورن، يعني هنا بيبقى تقريبا الليسر هورن هنا بيبقى طالع في الحته دي، وادي الليسر هورن الناحيه الثانيه اهو باين، تمام، وادي الجريتر هورن اهو اللي هو القرن الكبير، وهنا برضو ادي الجريتر هورن او القرن الكبير، فهو تقريبا ماسك في الحته اللي ما بين الليسر هورن والايه والجريتر هورن، منطقه التقاء الليسر هورن مع الجريتر هورن اللي هي الحته دي بالظبط منطقه التقاء الاثنين هي تعتبر الايه الحته اللي بيمسك فيها الايه الكومن تندون. برضو هنا عشان تبقى انت واخد بالك من المنظر ادي المانديبول اهو، تمام كده، طبعا ده المانديبول من بره، الحته ديت هي منظر المانديبول من بره، وهنا ادي الجزء ده هو الجزء الداخلي من المانديبول. هنجد هنا من جوه هنجد في حتتين كده حفرتين كده اسمهم الدايجاستريك فوسه، ودول اللي بيمسكهم لك في العملي ويقول لك ان ده ايه، تقول له ده الاوريجين بتاع الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك.